للمزيد ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أهلا بك دكتور إحسان في هذه التغطية. ربما يبدو أن هناك رفضا أصبح واضحا لإقامة دولة فلسطينية بحسب تصريحات الكثير من المسؤولين الإسرائيليين. إذن إلى ماذا تفضي هذه التصريحات وأي محادثات تتم يشارك فيها الوفد الإسرائيلي في ظل هذا الرفض؟ حياتي أولا ليس جديد في هذا الأمر، للأسف أمريكا متواطئة في الموضوع الفلسطيني، لا تهتم لحياة الفلسطينيين إطلاقا. يعني كان هناك فترة في أمريكا بظاهرات وشعارهم كان حياة السود مهمة، وهي كان يعني الموضوع غير صحيح أن الشرطة تذهب وتقتل السود يعني، ولكن بالنسبة للفلسطينيين فعلا هناك سؤال، هل حياة الفلسطينيين تعني أي شيء؟ السياسة الأمريكية ما زالت متواطئة، بايدن ذاته قال حربنا في غزة كانت زلة نيسان ولكن تعني الكثير، بيرني ساندرز من مبنى الكونغرس قال أن هذه حربنا، نحن حربنا في غزة، نحن ليس داعمين، نحن مشاركين. الأمريكي يعرف أن الإسرائيلي يتعنت، أن دعمه اللامحدود هو نتيجته التعنت، ولكن استمر في دعم الإسرائيلي. يعني كل هذه الاجتماعات أعتقد العرب نواياهم سليمة، يهتموا للموضوع الفلسطيني، يريدون مساعدة، يعرفوا أن الأمريكي الدولة التي لا يتم الاستغناء عنها، ولكن في نهاية المطاف بايدن ما زال يدعم إسرائيل بشكل غير محدود، والإسرائيلي لا يكترث لأي شيء إلا الدعم الأمريكي غير المحدود. كيف يهدد هجوم إسرائيل على رفح محاولات التهدئة في قطاع غزة؟ المشكلة الكبيرة أنه الهجوم على رفح يعني القرار الإسرائيلي، المشكلة مع الأمريكي أنه الإسرائيلي يفعل ما يريد، والأمريكي يعني يعطي نصائح يقول له افعل ذلك، أنا أنصحك بذلك، ولا يقول يعني أنصحك بذلك لأن حياة الفلسطينيين مهمة، قانون دولي، محكمة العدل الدولية، لا يقول ذلك، لا يقول هذا ليس جيد لكم. فالإسرائيلي يفعل ما يريد. يعني بالنسبة لرفح الذي قال الأمريكي أنه إذا كان عملية يريد تأمين حياة الفلسطينيين، ولكن من أي متى من كل الحملة أمنت إسرائيل حياة الفلسطينيين؟ في أي مرحلة من المراحل؟ أكثر من نحن ندخل الشهر الخامس، أي متى في هذه كل هذه الحرب أمنت حياة الفلسطينيين؟ تدمر المستشفيات، تدمر البنية التحتية، دمار شامل في غزة، ووضع صعب، وهي ترفض حتى إدخال المساعدات، يعني تدخل شيء بسيط جدا 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 وترفض الاستماع لأحد، يعني حتى محكمة العدل الدولية لا تكترثها. فنحن من مصيبة إلى مصيبة أكبر، والأمريكي يعني يستعمل كلام معسول. حتى أحد الناشطين في ميشيغان قال لي أن جاءوا إلى ميشيغان يعني حملة استماع ولكن لا وعود إطلاقا، لوقف إطلاق النار، ربما تحب الإدارة أن يكون هناك وقف إطلاق النار، ولكن لن تطلب وقف إطلاق النار إلا إذا أرادت حكومة تصور حكومة بن غفير وسموتريتش وهؤلاء المعتوهين المتطرفين أن يريدوا وقف إطلاق النار. هؤلاء الناس يريدون دمار شامل، يعني يسعدون برؤية الدمار، يعني هذا الأمر جيد جدا بالنسبة لهم، وهم لا يكترثون لأحد من العالم إلا للدعم الأمريكي. إذا الدعم الأمريكي معهم هم مستمرون. إذا أقدمت إسرائيل على خطواتها في عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، يعني في غضون ذلك هناك تصريحات من المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن هذه العملية من دون تخطيط ستكون بمثابة الكارثة الكبرى. إذا بالفعل أقدمت إسرائيل عليها، ما هو الرد المتوقع أو رد الفعل المتوقع للبيت الأبيض حتى وإن كان لتبرير موقفه؟ شوف، كله كلام في الهواء، كله كلام أنه نعمل دراسة، نبحث في هذا الموضوع، ندرس النتائج، نكتب تقارير. يعني تصور يعني منذ فترة طويلة أقتلت شيرين أبو عقلة، اللي كانت لابسة بدلة صحافي وكانت صحفية فلسطينية أمريكية. ماذا حصل؟ ماذا حصل في تحقيق في قتل هذه المرأة؟ لا شيء، لا شيء. يعني حتى الـ FBI عملت تحقيق، ولكن ماذا بعد؟ يعني ما عواقب قتل هذه المرأة؟ لا شيء. للأسف يعني مصيبة من كارثة إلى أخرى، نحن نذهب من كارثة إلى أخرى. وهي الموضوع يعني بالنسبة للعرب المصريين أنه مشكلة كبيرة أن هذه الدولة القوية المسيطرة العالم، التي عندها القوة العظمى، عندها المدمرات، عندها المال، عندها الدعم اللامحدود،
يعني لا تستطيع مجلس الامن لا يستطيع ان يفعل شيء، المحكمه العدل الدوليه لا تستطيع ان تفعل شيء، وهذا هذا الدوله القويه الكبيره الغنيه الى جانب اسرائيل، لا لا اسرائيل طبيعيه دوله طبيعيه عاديه مثلا، الدعم الاسرائيلي دعم الامريكي لاسرائيل هو موضوع عقود، ولكن هذه حكومه متطرفه حمله اباده، ولكن ما زالت اسرائيل تفعل ما تريد. انا اعتقد المستقبل قاتم، هناك دمار وقتل والاسرائيلي لا يكترث. لكن دكتور حسين، يعني ما هو الرد المتوقع في حال اقدمت اسرائيل على عملياتها العسكريه في رفح الفلسطينيه، في ظل بان هناك تحذيرات من الولايات المتحده الامريكيه بحسب التصريحات القادمه من البيت الابيض بان تكون هذه العمليه مخططه بشكل محكم وبشكل يحمي المدنيين، اذا اقدمت اسرائيل على هذه الخطوه ولا يعني ولم تخطط بالشكل الذي تريده الولايات المتحده الامريكيه، ماذا سيرد او بماذا سيرد جون كيربي على الصحفيين عندما يسالوه في خطاباته او في مساءلته في البيت الابيض؟ عزيزي، هذا موضوع يعني المضحك المبكي، يعني منذ بدايه الحرب وهي اسطوانه ذاتها، الاسطوانه هي اننا نقول لهم ان لا يقتلوا يتفادوا قتل المدنيين وان يدخلوا المساعدات منذ البدايه، وعندما يسالوا هل ادخلوا هل تفادوا ماذا، ويقول يرد الامريكي يقول ولا نصحناهم وهم قالوا وعدونا ونحن نصدقهم انهم يحاولون، يعني منذ البدايه هي الاسطوانه ذاتها، لا لا يعني امريكا لن تغير هذا الدعم مهما فعلت اسرائيل، للاسف لن يكون هناك عواقب لهذا، هناك كلام انتقاد انه حب يعني نحب ان لا يقتلوا المدنيين يدخلوا المساعدات، ولكن ليس هناك عواقب، ليس هناك اي عواقب من هذا النظام الامريكي، للاسف نظام يدعم اسرائيل بشكل غير محدود، ليس فقط بايدن، هناك مجلس النواب، مجلس الشيوخ، حتى هيلاري كلينتون واصوات اخرى يعني متطرفين، حتى نيكي هيلي متطرفه اكثر ايضا، يعني نظام صهيوني داعم لاسرائيل بشكل جنوني، وبالايام العاديه كان هذا يعني غير مهم جدا، ولكن اليوم هناك اباده وما زال هذا النظام الامريكي يدعم اسرائيل بلا حدود، يعني جوابي لك انه سيقول انهم حاولوا ونحن نصدقهم انهم حاولوا، ولكن في الحرب تحصل هكذا امور، يعني سيدافع عن اسرائيل في نهايه المطاف ويقف مع اسرائيل ويعطوها مساعدات، تستمر المساعدات مهما حصل، لان بالنسبه لهم الفلسطينيين غير مهمين. نعم. لكن دكتور حسين، يعني شئنا ما بين الولايات المتحدة هي فاعل مهم في السياسة في الشرق الأوسط ولها دور كبير في أدوات الضغط على إسرائيل حتى وإن لم ترضخ إسرائيل، ولكن هناك أدوات ضغط تملكها الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو المطلوب كي يتم استخدام هذه الأدوات وكيف تتم المحادثات حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية كي يتم على الأقل وقف التصعيد؟ شوف، آخر مرة ربما أمريكا ضغطت على إسرائيل كان عندما كان جورج هربرت واكر بوش أبوه لجورج دبليو بوش كان في الرئاسة، وموضوع الضمانات للقروض، وواجه اللوبي الإسرائيلي وقتها، وقبلها يعني كان في ضغط ريغان لما كان هناك اجتياح للبنان، اتصل ببيغن وقال له يوقف الضرب، فأوقف الضرب بيغن، يعني أمريكا إسرائيل تعتمد على أمريكا تماما، ولكن السؤال أنا أقول منذ بداية هذا الحرب إسرائيل أمريكا لا تضغط على إسرائيل إطلاقا، لأن هذا الرجل القابع في البيت الأبيض بايدن لا يؤمن بالضغط على إسرائيل، يعتبر إسرائيل حليفا، يعتبر حربها حربه، يعني قال نحن عن عن عن, عن ما يحصل في غزة، الحرب على غزة، وهو لن يضغط على إسرائيل. ماذا يستطيع العرب والمسلمين؟ هذه دولة عظمى، يعني دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة، ماذا يفعل العرب والمسلمين مع الدولة العظمى التي تحارب روسيا وتدميها وتحارب بشكل غير مباشر بضغط اقتصادي وتكنولوجي تحارب الصين؟ ماذا نفعل؟ هذه المشكلة هي أخلاقية، مشكلة الإفلاس أخلاقي للولايات المتحدة في هذا ما يحصل في العالم. لكن عندما تتعارض المصالح دكتور إحسان بالتأكيد سيغير بايدن من سياساته، يعني عندما تتعارض مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في أو بسبب السياسة الإسرائيلية والاستراتيجية الإسرائيلية خاصة في الوقت الحالي مع كل هذه التحذيرات الدولية من اجتياح رفح الفلسطينية، بالتأكيد سيحاول بايدن أن يغير من استراتيجيته أو من سياسته تجاه
العلاقة مع إسرائيل أو العلاقة مع نتنياهو بالتحديد. صحيح، شوف الكارثة حصلت، ما يحصل في غزة إبادة وتشويع وتنكيل بالفلسطينيين وتدمير شامل، يعني وصل الموضوع لمحكمة العدل الدولية التي قالت نعم هناك إبادة وأصدرت قرارات. وماذا حصل؟ ماذا حصل؟ هل إسرائيل اكترثت؟ الأمريكي للأسف يعتقد أن مصالحهم لم تتأثر بهذه الحرب، يعني عمليا يعني النفط والغاز مثلا، هل أسعار النفط جنونية مثلا طلعت صعدت؟ هل قطع العالم العربي والإسلامي علاقات الدبلوماسية مع أمريكا؟ هل سحبوا السفراء مثلا؟ الأمريكي يعتقد أنه ليس هناك ثمن لما يحصل في غزة، لا يعتقد أن هناك ثمن، هي علاقات الدبلوماسية ما زالت هي مع العالم العربي والإسلامي. الموضوع ليس مطلوب من دولة واحدة، موضوع مسؤولية جماعية لكل هذه الدول العربية والإسلامية. يقول أسعار النفط والغاز هل تصاعد؟ لا، بالعكس يقال أسعار الغاز نزلت بعد الحرب. فلا يرى أن هناك ثمن، حتى العالم العربي والإسلامي لا يستطيع الاستغناء عن أمريكا، هذه أمريكا ليست زامبيا ويعني بلد صغير مثلا لحتى يكون أنه تتجاهل، يعني العرب المصريين مجبرين بالتعامل مع أمريكا. ولكن للأسف يعني أمريكا لا تعتقد هناك ثمن، لا تعتقد أن مصالحها تتأثر وهي تستمر في ذلك، ولكن هناك سقوط أخلاقي مدني، هناك سقوط أخلاقي مدني ليس فقط لهم، أنا أعتقد أمريكا جزء من المشكلة، جزء كبير من المشكلة وهي المشكلة الأساسية. ولكن انظر إلى الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي ماذا يفعل؟ يعني عنده علاقات قوية اقتصادية مع إسرائيل، لو هدد بعقوبات اقتصادية على إسرائيل هل كانت إسرائيل تستمر بالإبادة؟ ليس هناك ثمن، الاتحاد الأوروبي هو قوة اقتصادية عملاقة، ماذا يفعل ليحمي؟ طب هناك إبادة وأنتم تعرفوا هناك إبادة، أمريكا تدعم بشكل غير محدود وأنتم ماذا تفعلون؟ يعني يهمهم علاقتهم مع أمريكا وأمريكا مع إسرائيل، لذلك لا يريدون إغضاب أمريكا بأخذ موقف من إسرائيل.